مشاهدينا الكرام، الانطلاقة الخامسة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه وانطلاقة خامس الأشواط الخاص بالقعدان هنا لأصحاب السمو الشيوخ، والباب مفتوح لأبناء القبائل، ولا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام مياسة للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري في الشوط الأول الرئيسي، من سجل الثلاث دقائق وفاء وتماما وكمالا، أيضا سلالة مياسة التي أيضا سجلت التوقيت المميز. نتابع هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الانطلاق، نتابع مقدمة الشوط هنا ومبدع سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يأتي على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني يأتينا هنا أيضا نجد خليل بن راهل بن علي بن مفتاح الشامسي، وهناك الوصول من شاهين حمد بن مسلم بالزفنة العامري، ومن الجانب الآخر شاهين راشد بن أحمد بن عبيدة المهيري، وعلى المركز الخامس يتواجد شاهين سلطان بن سالم بن محمد بالوجيدة الكربي، من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط مبدع، من يسيطر على زمام الأمور للسيد سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والقادم هناك أيضا شاهين راشد بن أحمد بن عبيد المهيري، من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا يأتي جزيل علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد، والوصول الشمالي حماد بن نايض الرشيدي على المركز الخامس، ويتسلل في هذه اللحظات يا سلام التحديات بالضبيعة هنا همام سالم بن محمد بالضبيعة أيضا واصل، ولكن لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ وهنا جزيل علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والقادم ايضا هنا مرزام ايضا للسيد علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والوصول من همام السيد سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي، من يأتينا على المركز الثاني، ولكن الصدارة والمقدمة مع جزيل علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على الصدارة على المقدمة، وهمام من الجانب الثاني، همام وجزيل وهمام هنا بهذا الانطلاق. لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ جزيل وهمام، همام وجزيل، واللحظات الأخيرة، ولكن جزيل وهمام، همام وجزيل، ولكن لمن الفوز؟ واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة نترككم عند اللجنة. المركز الثالث صالح بن خادم الزرعي، المركز الرابع أحمد بن محمد بن كراز مهير، المركز الخامس السيد علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد أيضا من أتانا خامسا مشاهدينا الكرام، ولكن همام هو الأقرب للفوز وللناموس بعد التأكد من اللجنة. هنا أيضا للسيد سالم بن محمد بالضبيعة لقتبي تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، والثلاث دقائق ست ثواني هو توقيته الزمني.